لجنه الحكام اعلنت عن طاقم الحكام اللي هيدير لقاء السوبر ما بين الاهلي والزمالك يوم الجمعه. الطاقم الماني مكون من فيليكس بريتش، حكم دولي من 2007، وهيعاونوا كل من مارك بورش وستيفن لوب. دول الثلاثه اللي خلاص تم الاختيار او تم اعلان ان هم اللي هيكونوا الحكام اللي هيديروا لقاء الاهلي والزمالك ان شاء الله يوم الجمعه، على ان تقوم لجنه الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمه الحكم الرابع. بريتش طبعا كلنا عارفينه، امبارح كان بيدير لقاء نابولي وليفربول في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا في اللقاء اللي شاهد فوز نابولي 2-0 على ملعب سان باولو، وكمان سبق ليه وادار لقاءين، لقاء للاهلي ولقاء للزمالك. لقاء الاهلي لما كانوا بيلعبوا حرس الحدود في نهائي كاس مصر 2009 2010، وانتهت المباراه بفوز حرس الحدود بركلات الترجيح، وادار ايضا لقاء الزمالك مع الهلال السعودي في بدايه الموسم اللي فات المصري في السوبر المصري السعودي، لما فاز الزمالك على الهلال في عقر داره 2-1. حكم كبير جدا ادار فاينل تشامبيونز ليج 2017 ما بين يوفنتوس وريال مدريد، ادار نهائي كاس الاتحاد الاوروبي 2014، ادار مباريات كتيره، ادار في كاس العالم اللي فات، يعني حكم السي في بتاعه سي في محترم جدا جدا، وان شاء الله يقدم لقاء يعني ما نحسش بيه، احنا مش عايزين نحس بالحكم، ما يبقاش فيه تنشنه وهو يحلها، نتمنى من الاول ان المباراه تعدي على سلام قبل بقى ما نتكلم فنيا وقبل ما نتكلم عن مين كسب ومين خسر، نتكلم عن انه اللقاء كل مصر بتتابعه، جزء كبير جدا من الوطن العربي بيتابعه، وبالتالي في انتظار انه يعني اللعيبه تقدم لقاء يليق باسم اكبر فرقتين في مصر وافريقيا والوطن العربي.